بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف نائبا عن دولة رئيس الوزراء، فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، السادة الوزراء، السادة السفراء، السادة العلماء، الحضور الكريم، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن من جميل تقدير الله سبحانه وتعالى أن نجتمع اليوم لعدة معان طيبة. فأول ما يجمعنا كتاب الله، منبع الخيرات ومصدر البركات، حوله نجتمع، وبأحكامه نلتزم، ولأوامره نخضع، وبتوجيهه نعمل. وهو الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يشبع منه العلماء، ولا تزيغ به الأهواء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. من حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن قال به صدق، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. ثم إننا في قاعة مباركة من قاعات مركز مصر الثقافي الإسلامي، الذي استقامت مبانيه وازدانت معانيه بعقول مصرية وسواعد مصرية، وكان نتيجة قرار قوي لبناء الجمهورية الجديدة بإدارة رشيدة. وإنا لنتقدم بالتهنئة إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الشعب ثقته في سيادته وانتخابه لفترة رئاسية جديدة، داعين الله تعالى أن يوفقه لكل خير، وأن يعينه على المسؤولية، وأن تعود السنوات القادمة على ربوع مصرنا خيرا وبركة لشعبها، ومكانة وأثرا فيما حولها، حماية للأرض وصيانة للعرض. واسمحوا لي أن أهدي حضراتكم جميعا تحيات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب حفظه الله ومتعه بموفور الصحة والعافية، ودعواته الصادقة لحفظة كتاب الله ممن يشاركون في المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم والتي تنظمها وزارة الأوقاف المصرية. وإن هذه المسابقة في موسمها 30 لتحمل رسائل طيبة تؤكد أن رسالة التجديد التي حمل لواءها الأزهر الشريف ومعه المؤسسات الدينية الأوقاف والإفتاء قد آتت ثمراتها فهما وفكرا. فإن المسابقة تتجاوز حدود استحضار الحروف والكلمات وإتقان أحكام المخارج والصفات، فتضم مع حفظ القرآن وترتيله وتجويده فهم مقاصده السامية. ثم إنها تضيف بعدا إنسانيا أشار إليه القرآن، وأكد ضرورة ممارسته الأزهر الشريف في فعالياته ومؤتمراته، وتعاونت فيه مؤسسات الدولة بتوجيهات قائدها، فكان فرع المسابقة الخامس لذوي الهمم، وجاء الفرع السادس للمسابقة عن الأسرة القرآنية. وكأنما تضافرت جهود المؤسسات وتلاقت السواعد على صيانة الأسرة، ذلك التكوين الطبيعي الصحيح الذي أعلى رب العالمين ذكره، فجعل العلاقة بين الرجل والمرأة ميثاقا غليظا وثيقا متينا محكما. الحضور الكريم، إن الكلام عن القرآن الكريم وفضائل حفظه ومنزلة أهله أمر محبب إلى النفس، ولم لا؟ وهم الذين شرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشرف، فجعلهم أهل الله وخاصته، فقال لأصحابه مبينا منزلتهم: إن لله أهلين من الناس،
قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ولأجل منزلة أهل القرآن العالية كان إكرامهم وتوقيرهم من إجلال الله سبحانه وتعالى، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القرآن الكريم هو العمل الدائم الذي يتصل ثوابه أبد الدهر حتى يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وهو المعجزة الخالدة الباقية التي تعصم الأمة من الغواية وتصون أبناءها من العماية، وبقدر تمسك الأمة به تبقى عزيزة. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. وإن تواتر القرآن ليذكرنا بأننا أمة لها تاريخ، وأننا مهما حاول المغرضون تزييف تاريخنا أو تحريف أفكارنا فإن هويتنا راسخة كالجبال الشم. وإن فصاحة ألفاظه وعذوبة كلماته لتذكرنا بما يجب أن نتحلى به من لسان مستقيم وعربية عذبة، وإن آياته لتذكرنا بالأخلاق التي يجب أن نكون عليها، وإن أوامره لتذكرنا بأننا أمة العلم والعمل، وأننا أخرجنا للناس نحمل الخير لهم عقيدة وشريعة وسلوكا. الحضور الكريم، في ظل ما يموج به العصر من تشويه متعمد تظهر آثاره المرة في اللسان العربي عجمة وغربة، وفي السلوك والأخلاق انحرافا وعوجاجا، وفي جغرافية الأرض استهدافا وقتلا من عصابة مجرمة آثمة تحاول تغيير الجغرافيا لترغم التاريخ على قبولها، وأنى لهم ذلك والتاريخ يرفضهم والأرض تأبى أن تستقر تحت أقدامهم. ونسأل الله أن يأذن بالفرج وأن يقر أعيننا بنصرة إخواتنا في غزة، وأن يرد مآل العدو الصهيوني إلى زوال، وإنه لقريب إن شاء الله. في ظل هذه الأجواء المشحونة بالآلام يأتي القرآن الكريم كتابا للقيم الإيمانية والأخلاقية والإنسانية، ومنبعا للآداب والكمالات، وفيضا للجمال والحسن والبهاء. وها هو القرآن الكريم يحدثنا عن الجمال في كل شيء، فالصبر على ما يشاع من مرارته يجب أن يكون جميلا، فلا ضجر ولا شكوى. يقول الله سبحانه وتعالى لمن فقد ولده وتآمر عليه إخوته: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والصفح على ما يفرضه من قوة نفس صاحبه يجب أن يكون جميلا، حتى لو كان الصفح عن كفار مشركين مكذبين معاندين. يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصفح الصفح الجميل. والهجر على ما فيه من ألم فرقة المحبين يجب أن يكون جميلا، وعلى ما فيه من حتمية واجبة تجاه المؤذين والمفسدين يجب أن يكون جميلا. يقول الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. والعطاء على ما قد يكون فيه من من وأذى يجب أن يكون جميلا. يقول الحق سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إلى آخر ما في القرآن الكريم من ألوان الجمال في الحياة حسا ومعنى. وكأنما يريد الله أن ينقلنا من التشويه إلى الحسن ومن القبح إلى الجمال. وختاما، أهنئ أهل القرآن بما معهم من أنوار الوحي وبما هم فيه من صلة طيبة بمن يتلون كلامه، وأبشرهم بمنزلتهم من الله. فقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن أهل الله وخاصته، وأهنئ أهليهم بما لهم عند الله من مكانة. فقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل بما فيه
ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ فمن لم يفز بالجائزة فقد فاز بكتاب الله، فكلكم فائزون. خالص الشكر لوزارة الأوقاف المصرية قيادة ولجانا علمية وفنية على هذا المجهود الراقي خدمة لكتاب الله ولأهل القرآن ولمصرنا الغالية، ونسأل الله تعالى الإخلاص في القول والعمل والسعي في سبيل إعلاء كلمته ورفعة أوطاننا وأمتنا. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.